المسلم يعني إذا نظر إلى المدلول اللغوي للكلمة، لأن العرب نزل القرآن بلغتهم، فعندما ندرك يعني ونسبر أغوار اللغة نجد أن كلمة حب هو قال أهل اللغة اختيرت الضمة على الحاء لقوتها، فكأن الحب يكون قويا لأنه فيه أقوى حركة في حركات الإعراب حب. ويقال للإنسان الذي تحبه حب، والكسرة تمثل الخفة، فكأن الحب أي من تحبه خفيف على قلبك. وده قيل عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب أو حب رسول الله، لأن الحبيب خفيف على القلب. فالإنسان المسلم لما يحب رب العباد عز وجل قال ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخاشع الصلاة والتكليف عليه خفيفة، لكن على غير الخاشع وغير التقي ثقيلة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ لأنه ليس حبيبا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ليس محبا. أولا الصحابة وصل بهم الحال أن كان أحدهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. هذا حب. هذا حب. كان عمر يلتزم أبا بكر يحتضن يعني في صلاة الصبح، وكان معه في العشاء، يقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر. في مرة يقول أين معاذ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، سيدنا عمر يسأل بعد صلاة الصبح، فيلتزم ويحتضن ويبكي. قال أوحشتني بالليل فذكرتك فبكيت، فبكى معاذ وبكى الحاضرون. هذا حب. سبحان الله. هذا حب. الله. قضية أن واحد زي سيدنا عكرمة ابن أبي جهل وهو ينازع ويأتيه بكوب من الماء ليشرب سبحانه، يقول أعطي أخي أعطي أخي أعطي أخي. هذا حب. مسألة الإيثار التي تبخرت من عندنا لعدم وجود الحب، لأن إن زرعت شجرة الحب أثمرت إيثارا وأثمرت عطاء وأثمرت هدوءا نفسيا، لأن الإنسان غير المحب هو إنسان ليس عنده صفاء نفسي، عنده صفاء. إذا أنا لم أحبك أغتابك وأنم في حقك وأخط في عرضك ويغلي أعصابي عندما أرى الخير يأتي إليك، يثمر هذا حسدا وحقدا وضغينة في المجتمع. لكن المجتمع يسلم بالحب، يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأموالهم. ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. إذن القضية بهذا المنطق. فقضية الحب إن لم تبنى العبادة عن حب فلا خير فيها. لماذا؟ لأن أنا ولدي يخاف مني فيصلي لأنه يعلم أنني سوف أنهره، وابنتي تلبس الحجاب الشرعي الملتزم والمنضبط لأنها تخاف منه. طب وإذا غبت أنا أو إذا مت وإذا ماتت أمها؟ فالقضية كلها إذا أحب الولد الصلاة فلا داعي لوجود لا أب ولا أم، خلاص المسألة يعني تنطلق بهذا المنطق يعني. فإن غرسنا قضية محبة الله ومحبة أوامره ومحبة أن نتوقف عندما نهى يثمر في المجتمع أمنا وسلاما. فالذين يضيعون الدين في المجتمعات أناس لا يحبون الله ولا يحبون رسوله ولا يحبون عباده الصالحين، فهم عندهم كراهية للقرب من الله عز وجل والعياذ بالله. فربنا بيحجز عنهم النور فلا يرى النور والعياذ بالله، تجد مكتئب مقتضب بهذا الموضوع. فتح الله عليك. بارك الله فيهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم 7 يظلهم الله بظله. نعم. يوم لا ظل إلا ظله. وطبعا هم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحاب في الله. نعم. أهي دي نعم. تحاب في الله يعني ما جمعهما إلا رب العباد. الله مفيش مصالح. لا مش لا مثلا لا. أنا بحب حضرتك عشان أنت زوج بنتي أو زوج أختي أو أو مثلا في تجارة بيننا وبين بعض أو حضرتك مثلا ساكن جنبي أو أو يعني بنتفع من وراك بشيء. بالعكس ده هو مفيش أي رباط يربطني بيك غير إنك بتعبد الله اللي هو إلهي، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسولي، دينك الإسلام اللي هو ديني. فده الحب في الله، نسأل الله أن يجمعنا عليه يعني.